إن كان يريد حرف الآخرة نزل له في حرفه، وإن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: صاحبوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، إن جميع الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة لكافة طبقات الناس، الأغنياء والفقراء، الأصحاء والمرضى، الكبار والصغار، النساء والرجال، فلاحهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة فقط بيد الله جل جلاله. ما جعل فوز الإنسان ولا نجاح الإنسان في الدنيا ولا في الآخرة إلا في الارتباط بالدين، الذي عنده الدين الكامل فاز وفلح في الدنيا وفي الآخرة. الذي ليس عنده الدين خاب وخسر في الدنيا قبل الآخرة. فوز الإنسان ونجاح الإنسان في الإيمان بالغيب. ليس فوز الإنسان من لدن آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة ليس في الأسباب ولا في الأشياء. فوز الإنسان ليس في الملك وليس في المال. يعني فوز الإنسان ليس في الزراعة ولا في الصناعة ولا في التجارة، ولكن فوز الإنسان ونجاح الإنسان في إحياء أمر الله في الزراعة. الفوز والفلاح في إحياء أمر الله في التجارة. الفوز والفلاح في إحياء أمر الله تعالى في جميع شؤون الحياة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني الإنسان أحيانا يبص للمشاهد، يعني يبص للعمارة، للسيارة، للنساء، للملك، للمال. وأهالينا ربنا منذ الصغر، نسأل الله لنا ولهم الرحمة، يعني أهالينا ربنا منذ الصغر: يا رب يا ابني تبقى زي فلان، عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. ظن اللي عنده ربنا رضى عليه، واللي ما عندوش ربنا ساقط عليه. اللي عنده الدين وإن كان ملك من ملوك الأرض زي سليمان عليه السلام، رسول، نبي، مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن عنده ملك، لا
لكن فوز سليمان عليه السلام ليس بسبب الملك ولكن بسبب الدين. يعني هذا الإنسان الذي عنده الدين فقير أو غني يفوز ويفلح وينجح. لكن واحد ما معهوش الدين ومعاه ملك الدنيا كامل وعاش مليون سنة بعد الموت أين يذهب به؟ إلى النار. واحد فقير وما معهوش الدين أين يذهب به؟ إلى النار. عطاء الدنيا ونقصان الدنيا ليست علامة رضا الله أو علامة سخط الله، ولكن عطاء الدين للبشرية هي علامة رضا الله سبحانه. وحرمان الإنسان مش حرمانه من المال ولا من الملك ولا من أمه ولا من أبوه ولا من زوجته ولا من أولاده، ولكن الحرمان الحقيقي حرمان الإنسان من الدين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فقير مسكين يتيم، ولكن فاز وفلح بالدنيا وبالآخرة. أيها الأحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى يدعونا في القرآن إلى النظر في الغيب. العين تنظر إلى المشاهد، ولكن القلب ينظر إلى الغيب. في المشاهد ملك مصر، نهار تجري من تحته، وموسى عليه السلام خالي الوفاض ومعهوش حاجة، ولكن مشى إلى فرعون يبلغه الرسالة. فرعون ما قبل الرسالة، ما قبل الدين، يعني رضى بالمشاهد وترك الغيب، ضحى بالغيب من أجل المشاهد، يعني رضي بالدنيا وما رضي بجوار الله تعالى. ولكن آسيا سمعت بموسى عليه السلام فقالت لا إله إلا الله موسى كريم. لما فرعون سمع أنزلها من حياة القصور، أنزلها من حياة الحرير، من الذهب، من الفضة، من ألوان الطعام والشراب والراحة، يعني حرموها من حياة الملك وحرموها من الطعام ومن الشراب. كل ما يعذبوها كل ما ترتبط بالدين. امرأة يعني داعي ماشي، ولكن جه عليه النقص. ايه سبب النقص؟ الدعوة. يعني لازم يجي نقص، وإذا ما جاش نقص يبقى في شك في الإيمان. يعني لازم حياة الداعي في الأول تنزل، ولكن هي ما أصقصتش في الدين، يعني ما قالتش أن هو السبب في نزولي من هذا الملك ومن هذا الذهب في الدين، هي ما تركت الدين. كل ما تتمسك يحرموها، حتى حرقوها بالنيران. امرأة نيموها على الأرض وجابوا صخرة عادية، عصابة من الرجال رفعوا الصخرة حتى يهشموا رأسها. يعني مش إزاء كلمة ولا إزاء حال، ولا واحد قال كلمة في المشورة واحد زعل منه فساب لهم المشورة والجولة والزيارة وثلاث أيام عشان زعل لنفسه أو غضب لنفسه. دي دولة بتعذب في امرأة، لكن بالنسبة لها الدين مسألة حياة أو موت. وبعدين دعت الدعاء، ربنا ضرب فيها مثل في القرآن، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ابن لي عندك يعني مش أي مكان في الجنة. ولذلك العلماء بيقولوا إن الأصل بتاعها سقف عرش الرحمن. ضحت بقصر في الدنيا من أجل جوار الله تعالى، وإن تحملت ما تحملت في هذه الحياة الدنيا صبرت وتحملت. بعدين رب اللي لي عندك بيتا في الجنة
فالله سبحانه وتعالى كشف الحجاب بين عينيها وبين قصرها في الجنة. رأت القصر وهي نائمة على الأرض. ونجيء من فرعون وعمله أقصى الملك الموت سحب الروح من البدن قبل أن تنزل الصخرة. وهي زوجة النبي في الجنة عليه السلام. تضحية. يعني صبر واحتساب. مشاهد نقصان، غيب فوز وفلاح. مشاهد سيدنا إبراهيم عليه السلام والسيدة هاجر رضي الله عنها وسيدنا إسماعيل عليه السلام في مكان صحراء لا زرع فيها ولا ماء، مشاهد ودق الخيمة وجراب في تمر وإربة فيها مية ومشي عليه السلام. في المشاهد هلاك، وفي الغني أمر الله. يعني لما مشى تمسكت به، أهنا تتركنا يا إبراهيم؟ لا جليس ولا أنيس في هذا المكان، لا زرع ولا ماء. يعني إذا كانت النهار شمس محرقة، امرأة ضعيفة وطفل رضيع. إذا سألنا أي عالم من العلماء، يعني أي شيخ مفتي من المفتيين، يقول لواحد جاب مراته من أجل الدين ووضعها في صحراء ومعها طفل رضيع أو جراب في تمر وإربة فيها مية بسبب حب الدنيا، ماذا يكون الرد؟ نقول له أول المفتيين سيدنا إبراهيم عليه السلام. يعني وضع المرأة رضي الله عنها ووضع الطفل عليه السلام في واد غير ذي زرع. أهنا تتركنا يا إبراهيم؟ يوم مرة واثنين في الثالثة قالت الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا. تحت أمر الله بغير التردد. يعني بيقول احنا بنقول احنا مسافرين، اللهم انت الصاحب في السفر. وبعدين واحد ينام فيشوف في الحلم او في الرؤيا الله اعلم، فعايز يستأذن من الامين بعد اذنك يا شيخ رمضان، اصل انا حاسس بحاجه حصلت في البيت. احنا قلنا واحنا مسافرين اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل والمال والولد. هو أنا عندي شك؟ هو أنا أحفظهم أكتر من ربنا؟ ولا أنا راجع عشان أتجسس عليه؟ أتجسس على مين؟ عايزين نراجع لا إله إلا الله. سيدنا إبراهيم بغير التردد إيمان الأنبياء ماشي ونفد التمر ونفد المية. العلماء بيقولوا مشي في رواية 9 سنوات وفي رواية 10 سنوات حتى يبلغ الدين، يعني ما رجعش. ولكن بسبب وضعهم تحت الأمر بغير التردد ونفدت جميع الأسباب، والطفل يبكي كاد أن يموت من الجوع، والمرأة بعدما جهدت في السعي بين الصفا والمروة وقعت على الأرض، والراجل البيت مش موجود. في المشاهد نقصان، في المشاهد هلكة، ولكن في الغيب فوز وفلح. ربنا سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام بجناحه ضرب الأرض تحت قدم إسماعيل فتفجرت زمزم. قبيلة اسمها قبيلة جرهم تنتقل من اليمن إلى الشام، ولكن لما وجدت الماء جلست. واستسمحوها ممكن نشرب من المية؟ استسمحوها ممكن نجلس معاكم؟ كل ده ليه؟ دي امرأة ضعيفة في الصحراء مع قبائل العرب ممكن يذبحوها، لكن مين اللي جعل الرهبة في قلوبهم؟ أيها الأحباب الكرام، اللي يوضع نفسه تحت
تحت أمر الله بغير التردد يصبر، يحتسب، يعني يتحمل من أجل الله تعالى، يعني مش من أجل الأحباب ولا لإرضاء الأحباب، لا فرحة بحمد الأحباب له ولا خوف من مذمة الأحباب له، هو يخرج، ولكن إرضاء لله تعالى. يعني عايزين نتفانى في حب الله تعالى. يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يعني وضعوا أنفسهم تحت أمر الله بغير التردد. معناها إيه؟ قالوا معناها الطاعة. يعني كل واحد وضع نفسه تحت أمر الله صبر، يعني ثبت في الأمر، يعني ما تردد في الأمر. يعني واحد عايز يشتري جلابية حلوة مشاهد، فيحط يقوله كام؟ ب30 ب40 ب50 ب100، بيحط ايده من غير الايه؟ من غير التردد يجيب. واحد فقير واحد مسكين طلب منه، بيحط ايده في جيبه وفيها ايه؟ وفيها التردد. يعني الحاجة اللي نفوسنا، يعني في حاجة لشهواتنا لرغباتنا لبيوتنا نأتي إليها بغير تردد. ولذلك لما إنسان يجي يتجوز، في حد قاعد مش في كتير؟ يعني ما نبلغ شهر رمضان بيهم إن شاء الله، صليتوا على رسول. يعني لما واحد يجي يريد الزواج عنده صبر وعنده احتساب وعنده تحمل في إن هو ينفق بغير حساب. ولذلك ليه رايح شغله؟ لكن عقله وقلبه فين؟ حتى لو غلط غلطة في شغله يقولوا معلش معلش، طبطبوا عليه، يعذروه. ليه؟ أصل مش عشان اللي في البيت، لا، علشان اللي أنفقه فين. يعني قلب الإنسان وعقل الإنسان بيتعلق حسب ما أنفق، وطالما الفلوس معاه فعقله وقلبه فين؟ مع الفلوس. لكن لو اشترى بالفلوس دي بيت، عقله وقلبه يبقوا فين؟ طب الفلوس، يقول لك يا عم ماليش دعوه بالفلوس مش بتاعتي، لكن البيت. طب لو اشترى عربيه، طب لو تزوج في هذا البيت، طب لو جه واد ومسك شاكوش وقعد يدق له في البيت بيدق فين؟ الصحابه رضي الله عنهم اجمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى يرفعنا لمكانة الصحابة. يعني واحد ما معهوش وعايز يتزوج زي سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، النبي بيقول له يا ربيعة ألا تزوج؟ قال يا رسول الله ليس معي ما أتزوج به وأخشى أن يشغلني الزواج عنك. مرة واثنين، فسيدنا ربيعة قال في نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بنفسي مني، والله لئن سألني الثالثة لا أقول إيه؟ نعم. فسألوا يا ربيعة ألا تزوج؟ قالت بلى يا رسول الله. قال اذهب إلى فلان وقل له زوجني ابنتك. فراح ورجع، ما بالك يا ربيعة؟ قال يا رسول الله زوجوني وما سألوني البينة. طب اجمعوا لصاحبكم وزن نواة من ذهب، 3 جرام 4 جرام زي ما تطلع النوايا، وتزوج سيدنا ربيعة. وبعدين في مرة سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مارر، فلبس ملابس جديدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مهيم؟ قال تزوجت البارحة. قال على أي شيء؟ قال على وزن نواة من ذهب. طب وبقيت أموالهم فين؟ يعني إذا بيته وده من الأغنياء، بيته وزن نواة من ذهب، طب نسأل نفسينا بيت أموالهم فين؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني إيه؟ الماء عندنا ليس لنا،
يعني من عرقي وقوت عيالي وقوت بيتي هتاخدوهم مني، و ده مش قوتك ولا قوت عيالك، ده عطاء ربنا ليك، أمانة مستودعة عارية راضة. يعني كل ما عندنا مرصود لكي تكون كلمة الله هي العليا، سواء احنا في حالة القبض في حالة البسط، كل ما عندنا ليس لنا. نسأل الله يعافينا. يعني واحد من التابعين بيسأل أخوه بيقول له كم عندك من المال، فهو استحى يقول عندي 5000، ولكن قال لله عندي 5000. معناها ايه؟ معناها ان كل المال احنا ممتحنين مختبرين فيه. وانفقوا مما جعلكم مستخلف، المستخلف غير المالك. يعني واحد امين على حاجة مش من حقه ان هو يتصرف من شأنه الا ان يأتيه اذن. صدقوا على الرسول. يعني كل الصحابة رضي الله عنهم اجمعين ارصدوا جميع الوقت وجميع المال، فكانت كلمة الله هي العليا. يعني لما جم خرجوا من المدينة من العير الى النفير، فالنبي اراد منهم بيعة تمين عليه الصلاة والسلام. فسيدنا بعد البيان بعد البيان بعد البيان بعد الترغيب، فسيدنا سعد قال إيانا تريد يا رسول الله؟ قال نعم. شوف الطاعة. قال اذهب فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت واحبب من شئت وعادي من شئت وخذ من أموالنا ما شئت. يعني نصاب الزكاة معروف معلوم، نصاب الصدقة معلوم، ونصاب القرض معلوم، لكن نصاب النفقة في سبيل الله يعني ملوش نصاب. يعني واحد عايز يعني مثلا يقترض ويروح يحج، فيها كلام مع العلماء ومع الفقهاء، لكن لو واحد عايز يقترض عشان يخرج في سبيل الله موجود بالمشورة. أنا بدون مشورة للضعف، لكن حضراتكم بتقرأوا في حياة الصحابة. يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانت أحب الأموال ليهم اللي بينفقوها على مين؟ للدين. يعني إحنا لما خدنا المال صرفناه على نفسينا وعلى أولادنا، ظهرت الدنيا في حياتنا وما ظهر الدين كما كان في القرن الأول. يعني عايزين إيه؟ يعني عايزين الداعي اسمه عطاء، يعني عنده البذل وعنده العطاء. واحد ألماني أرى في الإسلام شوية وأرى عن حياة الصحابة شوية، فبيسأل واحدة أنا عايز أدخل الإسلام أروح فين؟ قالت له روح مصر. يعني حتى الكفار عارفين إن الدين فين، فراح مصر. فنزل الغردقة، واحد جاي طالب الإيه؟ الإسلام. نزل في بلاد المسلمين من البوابة، يعني من دخول البوابة مش شايف أي إشارة، يعني المهم ماشي في الشوارع بيدور على إيه. فبيسأل واحد يقول له اسمك إيه؟ قال له اسمي خالد. قال له يا خالد فين المسلمين يا خالد؟ قال له مسلمين؟ كل اللي انت شايفهم دول مسلمين. قال له لا مش دول اللي انا قريت عنهم، كل دول عايزين ياخدوا اللي في جيبي يا خالد، ولكن اللي انا قريت عنهم بيبذلوا كل اللي عندهم. فحتى الكفار عارفين مين هم المسلمين، تخيلوا حضراتكم. وفي ابواب مقفولة مش هتتفتح علينا، لا بقراءة القرآن ولا بالذكر ولا بقيام الليل ولا بالبكاء ولا بالدعاء، إلا أن ننفق مما نحب. يعني في أبواب في الدين مقفولة، نسأل الله يفتحها علينا. يعني أبواب في الدين مقفلة لا تفتح، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
الإنسان يذاكر كده مع نفسه مرة، أنا بحب إيه؟ طب أطلع ولو حاجة واحدة، أطلع ولو إيه؟ أطلع حاجة واحدة من اللي أنا بحبها لله. لو خرجت هتدخل طاعة، يعني هتدخل قرب. أصل منازل القرب دي قد إيه؟ كتيرة. فلن تنالوا البر، يعني في الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مرة سيدنا أبو دحداح سمع الآية لما نزلت، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. في التفاسير يقول لك إيه؟ فقام أبو الدحدح، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقام أبو طلحة، يعني ما استناش أسبوع، بيراود نفسه يعمل مشورة مع العيال في البيت. فقام أبو الدحدح فقال يا رسول الله أربنا يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال يا رسول الله إن لي بستان به 600 نخلة قد أقرضتها ربي عز وجل. 600 نخلة، شوف النخلة بكام، وكل نخلة واخدة مساحة قد ايه من الارض، يعني مساحة الارض قد ايه. هو بيقدم لمين؟ ولا هو شايف القديم اللي قدامه ما قدمش فهو اتأخر نفسه؟ وما زال قوم يتأخرون حتى ماش دعوة بغيرك، انت بتفكر لغيرك ان هو يقوم ويخرج، لكن هو لو ما قدمش ما تستنهوش. الصحابة ما استنوش بعض، الصحابة عملوا اعمال في السر، عملوا اعمال في الاخلاص. واحد نوانية ان يكون عنده غلة مثل جبل احد، واحد دراعه مقطوع وايديه مقطوعة وعنده العذر يقول لك فبت ليلتي اجر بالجرير، واحد ساقه يقول لك اعرج شديد العرج. سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنه بيقول له لما قرأ في القرآن الآية فقال جهزوني، وعنده أولاد أربعة مثل الأسد، قالوا لقد عذرك الله ونحن نخرج عنك. فلما غضب منهم، مش فرحان إن هو قاعد في البيت، فلما غضب منهم اشتكاهم للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تمنعوه الخروج لعل الله يرزقه الشهادة. فبيقول له يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، يعني أشواق، يعني عندهم ضرورة وعندهم مقصد، لكن لما يجي المقصد وقت وجود الضرورة يؤخر الضرورة ويقدم مقصود الحياة. يعني ما فيش عندهم حجاب وحاجز ضد التضحية. بيقول لك فلما خرج فكان في الشهداء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أراه يمشي بساقه سليم في الجنة. سيدنا جليبيب كان دميم المنظر رضي الله عنه، يعني ما فيش بنات في المدينة راضيين به، ولكن النبي قال له عليه الصلاة والسلام اذهب إلى فلان وقل له زوجني ابنتك. فالراجل نفسه مش متوعاة، لكن البنت من جوه قالت له إيه؟ يا أبت زوجه حتى لا ينزل فينا قرآن يذمنا إلى يوم القيامة. فزوجه ورايح عشان يشتري أشياء العرس، لكن سمع النداء الصلاة جامعة أو النداء يا خيل الله اركبي وإلى ربك فارغبي. تخيلوا حضراتكم لو نزلنا واحد للسوق في 6 أكتوبر ولا السوق في أي مكان من الأماكن، واحد ماشي كده من الأحباب بهيئة سنة النبي عليه الصلاة والسلام،
وماشي في السوق بعد اي صلاه من الصلوات يقول الصلاه جامعه، الناس يقولوا عليه ايه؟ يعني مفاهيم الالفاظ تغيرت. لو واحد بيقول يا خيل الله اركبي والى ربك فارغبي، ايه المفاهيم الموجوده عند المسلمين؟ لما سمع النداء ترك الضروره وجهز نفسه للخروج ولتم وشه عشان ما حدش يقول له ارجع، ومعاه رخصة من مين؟ لو واحد جاي خارج المشورة قالت له ارجع، كم فرحته لرجوعه الى محبوبه. يعني اللي قاعد الان، يعني اللي قاعد وهو الان سامحوني يعني عايزين نراجع نفسينا شوية، يعني اللي قاعد هو في قاعدة او جلسة افضل من دي؟ يعني لما واحد يروح يحج يعني في الطواف وأنفق نفسه وأنفق من وقته وأنفق من ماله، وفي الطواف واحد اداله كتف قانوني ولا حاجة، في قلبه ايه؟ امتى هنرجع؟ ترجع منين؟ ده انت ما اشرف في قاع الارض. يعني لو واحد زعل واحد اثناء الخروج، واحد زعل واحد اثناء الخروج ياخد من غير مشورة، من غير ايه؟ ياخد بعضه ايه؟ راجع لمين؟ قال راجع لمحبوبه. هو مش كلمة زعلته من الجماعة، لا، المحبوب أشواخه جت في القلب. فمن أجل ذلك يا إخواني، الصحابي كان في الشهداء سيدنا جليبيب رضي الله عنه، فلما كشفوا عن وجهه وجدوا سيدنا جليبيب، فالنبي لما نظر إليه بكى عليه الصلاة والسلام، معه الإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ابتسم وأشاح بوجهه عليه الصلاة والسلام. فالصحابة بيسألوه لماذا تبكي يا رسول الله؟ قال أبكي لفراق جليبيب. قال لماذا ابتسمت يا رسول الله؟ قال لمنزلته في الجنة. قال لماذا أشحت بوجهك؟ قال وجدت زوجتيه من الحور العين يدخلان بين جبته وبين جلده. عندهم أشواق. سيدنا حنظلة الراهب رضي الله عنه كان في ليلة العرس، أنا واحد للأحباب في ليلة العرس نقول عايزينك ثلاثة أيام. الله، مش في رخصة يا مشايخ؟ يعني لو ما تسجلش دي. واحد نقول له عايزينك أسبوع، مشكلة، مع ان ضرورة وحلال، لكن فين الضرورة وفين المقصد؟ يعني يا احبابنا الكرام، احنا بندور على الاستقامة. صليتوا على الرسول؟ يعني بيقول لك انا خرجت 40 يوم، خرجت 4 شهور، وليه انا مش مستقيم؟ طيب نشوف جرد كده في السنة، انا اكلت قد ايه لحمة، ونفسي اشتقت قد ايه للسمك، وكلت سنة، يعني مش بنقول ايه، يعني مش هنحاسب على اللي فات، نسأل الله يعفو عنا، يعني 30 40 50 سنة اللي فاتوا نسأل الله سبحانه وتعالى يدينا حسناتهم ان شاء الله. لكن واحد جاي عمل جرد كده زي ما الشركات بتعمل ايه جرد، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول ودرهم انفقته على عيالك ودرهم انفقته في سبيل الله. هنقول ما شاء الله، احنا بنحسن الظن بجميع الاحباب، عندنا الصبر وعندنا الاحتساب وعندنا الاخلاص وعندنا كل حاجة، ان الدرهم اللي احنا انفقناه في البيت افضل من الدرهم اللي انفقته فين؟ ده في حياة الصحابة. نسأل الله يوكلنا من هذه المنزلة. يعني درهم هنا ودرهم فين؟ طيب السنة دي انا انفقت عليها قد ايه؟ يعني الكهرباء بكام، وشربنا كم متر مكعب مية، وجبنا كراريس قد ايه، واقلام قد ايه، ومدرسين قد ايه، وحدايات قد يعني، والملابس بتاعه العيد قد ايه، نجرد نعمل ايه؟ ده درهم، ده كم؟ وكام واحد على 64 من الدرهم في سبيل الله؟ احنا عايزين الاستقامة، عايزين ايه؟
نستقيم. كم درهم هنا وكم درهم هنا؟ يعني أنا خارج 40 يوم. يا شيخ لو تخليهم 150 نتحايل على أحوال، لو تخليهم 150 عايزين نمشي للصعيد شوية ولا البحر شوية ولا نروح ناحية العريش شوية، لو نخليهم 200 جنيه في 40 يوم. هم الأحباب قالوا 80 في المركز، يعني الأحباب هم رغبونا في 80. طب هم رغبوك في 80 أو قالوا هم عايزينك تيجي، لكن كم تحت البلاطة؟ بلاش البلاطة، كم تحت السيراميك دلوقتي؟ يعني لما بنذبح ذبيحة الكبدة بتروح فين؟ يعني بيديها لكم واحد فقير وكم واحد مسكين؟ اللية للولية ماشي، طب والفخدة راحت فين؟ والريش راحت فين؟ طب طلعوا الدماغ وطلعوا الفروة والرجلين اللي ملهاش لازم. يعني بنقدم لنفسينا ايه؟ اللي بنقدمه ده بنقدمه لمين؟ يعني بنقدم لنفسينا؟ يعني بص هناك كده، شوف واقف لك قد ايه من الذبيحة، يعني ايه اللي هيحط لك من الذبيحة في الميزان؟ النبي لما دخل عليه الصلاة والسلام قال ما بقي منها، ها؟ قالوا ذهبت لم يبقى إلا كتفها، قال بل بقيت إلا كتفها. يعني كل اللي طلع ده هو ده اللي لينا، طب واللي فاضل؟ فعايزين شوية مما نحب، يعني وإحنا في النصرة، يعني صحيح يمكن في وإحنا خارجين في الشهر 3 أيام، لكن عندنا 27 يوم إحنا من الأنصار. لو عندنا 40 يوم خروج في سبيل الله في السنة، لكن عندنا كم يوم إحنا في النصرة؟ يعني الخارج في سبيل الله يا إما مهاجر يا إما مناصر، يعني يا إما في الهجرة يا إما في النصرة، مش عايزين يبقى في حاجة ثالثة. نسأل الله ألا يجعلنا منهم. يعني يا إما خارج في سبيل الله يا إما هو قايم بالأعمال المقامية. صليت على رسول. فوإحنا خارجين في سبيل الله وإحنا في الأعمال المقامية بينا وبين بعض صفات التواضع. صفات إيه؟ والتواضع ما يجيش أبدا إلا بالخدمة. يعني في مجلدات عن التواضع، لكن كم تواضع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة مرت وهو جالس على جلسة الطعام، قال ألا ترونه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد؟ قال ومن أعبد مني عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كم عنده من التواضع؟ يعني هو داخل مكة بعد ما أخرجوه من مكة، هو داخل فين؟ مكة معاه العدة والعتاد ومعاه وفاتح لمكة عليه الصلاة والسلام، لكن الروي بيقول كادت جبهته أن تصل إلى الرحل، مطأطئ جبهته عليه الصلاة والسلام. يعني كم عنده من التواضع عليه الصلاة والسلام؟ يعني في حال النصر كم عنده من التواضع صلى الله عليه وسلم؟ ويقول لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده صلى الله عليه وسلم. يقول لك يعني كانت الجارية تأخذ بيده عليه الصلاة والسلام فننطلق به في شوارع المدينة حيث شاءت. لما واحد من الأحباب يمسك يدينا ويقول لك تعال يا شيخ أنا عايزك، موضوع مهم، اوعى اوعى، دي معناها ايه؟ ذرة من الكبر. يعني مرة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وسيدنا عبد الله بن عمر قابلوا بعضهم في الطواف، فسيدنا عبد الله بن عمرو همس في أذن سيدنا عبد الله بن عمر قال له حديث ومشي، فبكى سيدنا عبد الله بن عمر، قال ما يبكيك؟ قال يبكيني هذا الرجل، قال من أي شيء يبكيك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. يعني مش بالكيلو ده، بمثقال الايه؟
يعني صفات الداعي التواضع، والتواضع يجي منين؟ من الخدمة. إذا في تواضع يبقى في نور الإيمان في القلب. يعني إيه تواضع؟ يعني جالسين في المشورة هو مش أقدم الناس، يعني لو جلس بنسبة أنه قديم مشكلة، مش مشكلة على المشورة، مشكلة على مين؟ عليه هو. يعني مش بيقول رأيه بنسبة أنه قديم، يعني لو جه في نفسه أنه قديم وأخذوا برأي الجديد هذا من الأمراض. ولكن كلنا جدد، كلنا إيه؟ والمتواضع اللي خافت جناحه للمؤمنين يرى للأحباب كلهم عليه فضل. واحد كان يعني كل الناس، ولكن هو بيقول في نفسه إيه؟ لو نادى مناد على باب المسجد فليخرج إلي شركم رجلا ما سبقني إليه أحد. هم الناس بيقولوا عليه، لكن هو شايف في نفسه إيه؟ يعني تواضع سيدنا عمر رضي الله عنه، يعني كان في على مشارف المدينة عجوز عمياء قعيدة على مشارف المدينة وليس لها عائل من الدنيا، وبعدين سيدنا عمر بيقول لها أنا هخدمك، هكنس لك الخيمة ورشها وكذا وكذا. طب يا ابني أنا ما عنديش حاجة أديها لك. قال الحاجة اللي أنت عايزة تدهاني على ألا تذكري اسمي لأحد. يعني أعمالهم فين؟ يعني كل واحد فينا بيحافظ إن هو ما يظهرش سيئاته، فكمان هو حريص ألا يظهر حسناته. يعني بقدر حرصنا على إخفاء السيئة بقدر حرصنا على إخفاء الحسنة. فسيدنا عمر كل يوم يكنس الخيمة ويرشها ويجيب لها الطعام والشراب، سيدنا عمر، ويحمل عنها البول والغائط، سيدنا عمر رضي الله عنه. في مرة سيدنا عمر اتأخر شوية وبعدين مشي، وجد الخيمة قد كنست ورشت والطعام أمام العجوز. يقول لها من يا أمة الله سبقني إليك؟ قالت جاءني رجل وطلب مني مثل ما طلبت على ألا أذكر اسمه لأحد. يقول إيه؟ فاختبأت وراء صخر، عايز يتابع بقى مين اللي ماشي وراه، فإذا بشيخ يقترب من الخيمة، فلما اقتربت منه وجدته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني كم من تواضع سيدنا أبو بكر مع أنه خليفة رسول الله. يعني عندهم، يعني شوف المزاج اللي بينهم، يعني المزاج اللي بين سيدنا أبو بكر والمزاج اللي بين سيدنا عمر. يعني ده الخليفة، وبعدين جم اتنين من المسلمين عايزين حتة أرض، هم ليهم أرض في المشاع، لكن الأرض مش محددة في مكان، لكن هم عايزين يحددوها، يعني عايز حتة على الناصية، المية بتجري من قدامها، حاجات من كده. فراح كاتب لهم وقال بس امضة عمر، توقيع مين؟ مع انه هو الخليفة، بس امضة عمر. فخدوا الجواب وعليه امضة مين؟ سيدنا ابو بكر. ومتوقعين بقى ايه؟ امضي امضة الرئيس فوق. فبص كده في الامضة وراح شاتب امضة سيدنا ابو بكر. امضة مين؟ الخليفة. ولم يرجعوا لي ابدا. فرجعوا لسيدنا أبو بكر يقول أهو الأمير أم أنت الأمير؟ قال لو شاء لكان هو. لو فصلنا في أمر في المشورة وجه واحد بيراجع الأمير أو بيراجع المشورة، إيه اللي يحصل في قلوبنا؟ يعني إيه اللي يجي في قلوبنا؟ يعني هو الفصل بتاعنا سيف؟ صحيح مع اجتماعية القلوب ووجود الأمير وتم الفصل فإذا عزمت فتوكل، لكن مزاج سيدنا أبو بكر عايز يجيب الاثنين دول على المطلوب. فبيقول له يا خليفة رسول الله، الأدب والاحترام بينهم موجود، هل شاورت عامة المسلمين في رأيهم أن يقتطعوا لهم هذه القطعة؟ قال لا. قال لي ما فعلت إذن؟ فبيقول له ايه؟ ألست أقول لك يا عمر أنك أقوى على الإمارة مني؟ بيقولوا له أنت الخليفة أم هو الخليفة؟ قال هو الأمير والطاعة لي. مزاج التواضع. سيدنا أسامة رضي الله عنه فوق الفرس ماشي خارج في سبيل الله، وسيدنا أبو بكر فين؟
ماشي على الأقدام مع إنه إيه؟ أمير المؤمنين. فبيقول له يا تركب ينزل، قال ما تنزلش وأنا هفضل ماشي. وبعدين بيقول له إيه؟ مع إنه هو يبعث لي عمر، فيها مشكلة؟ لكن محافظة على القلوب، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يعني كل واحد ينقي الألفاظ قبل ما يطلعها، اللفظ ده هيشق صدر الأحباب ولا هيجمع القلوب؟ يعني أشوف أجمل الكلام، أفضل الألفاظ اللي هي تجمع القلوب وأقول هذا الكلام. صليتوا على الرسول؟ صلى الله عليه وسلم. ما تزهقوش، قربنا نلم العد. ها؟ يعني أنقي جوايا الكلام قبل ما أطلعه للمشورة، وكلامي للرأي، وأنا جيت المشورة عشان أتحمل المسؤولية، مش جيت المشورة إبداء لرأيي. يعني إذا طلب مني الرأي أقول رأيي، في مزاج أنه رأي يأخذ به أو لا يأخذ به، هذا من باب التواضع في أعطاء الرأي في المشورة. طيب، سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر بيقول سيدنا أسامة إيه؟ سيدنا أسامة 19 سنة، وسيدنا أبو بكر الخليفة، وده أمير سرية، يعني أمير جماعة من الجماعات، يعني أمير المركز قالوا طبعته فلان هيجي في قلوبنا إيه؟ لكن سيدنا أبو بكر يقول أتأذن لي في عمر؟ شوف استمالة القلب، يعني كيف هو الخليفة ولكن كيف يستميل فكر الأمير؟ أتأذن لي في عمر؟ في الرأي وفي المشورة؟ قال أذنت لك. قال ونفسك راضية؟ يعني ده الخليفة، يعني كيف القديم ينزل؟ يعني كلما تواضع هكذا كم يرفعه الله. يعني نحن نريد المنزلة في عيون الأحباب، في عيون المصلين. ما حدش يعرفه، وإن كان ملوش اسم، ولكن عند الله، يعني نبحث عن على القبولية عند الله تعالى. نسأل الله يوفقنا وإياكم أحبابنا الكرام في هذا السبيل، وإحنا ماشيين هتيجي نقص وهيجي زيادة. يعني وإحنا ماشيين في السبيل أحيانا كنت بأكل لقمة حلوة، بيتي كان كذا، أهل بيتي كانوا كذا، ترتيبي ومكانتي كانت كذا، بعد الخروج ممكن يجي كذا 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 كذا، هذا مزاج في الدين. يعني اللي عايز الدين ينتشر ودنيته تزيد، عايزين نفرمل ونقف ونعمل مراجعة لأنفسنا. يعني الدنيا تزيد والدين يزيد صعبة شوية، يعني احنا عايزين الكفتين يطبوا ممكن، بس لما الميزان يتكسر لازم حاجة على حساب حاجة. يعني ايه؟ يعني وانت ماشي عايزين، يعني الصحابة لما بنوا المسجد في المدينة رضي الله عنهم اجمعين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكل الغنم اللي كانت بتجيله ما هو قدامهم قدوة، يعني النبي كان قدوة عليه الصلاة والسلام، ولا زال قدوة إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فالصحابة كانوا ياخدوا منه ويعملوا، يعني ليه خمس الغنائم في السرايا والغزوات اللي خرجت في العشر سنين، لكن مات والدرع مرهونة عند مين؟ مع أن صهره مين؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه. ومش ممكن يقول له عثمان هات رضي الله عنه، مش ممكن يقول لسيدنا عمر هات، ولكن ليه الدرع مرهونة؟ ليه لما يجي له الضيف يلف على بيوت نسائه مفيش في البيت إلا الماء
الله، وخمس الغنائم رايح فين؟ ده لو ما باعش ولا اشترى. خمس الغنائم سابهم يولدوا كده يكون عنده قد ايه؟ صلى الله عليه وسلم. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. ولكن ليه يروح بالطفل للبيت ويرجع به للمسجد من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كم من البذل ومن العطاء. فالصحابة لما شافوا كده عملوا زيه. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كم كان عنده من المال؟ 40,000 درهم قبل الإسلام، بعد الإسلام قبل الهجرة 5,000. يعني أنفق 35,000 درهم، ولما خرج خد 5,000 ومشي، لكن بيته متربي رضي الله عنه. وفي مرة سيدنا عمر بيقول اليوم أسبق أبا بكر، فرح أسم المال نصين. ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال مثله يا رسول. وبعدين سيدنا أبو بكر راح البيت كده ملقاش حال، فجاب مطهرة وكل واحدة من النساء عليها توب تستر بيه نفسها وتديني التوب التاني، وزي تشطية كده شالها على دماغه ومشي للنبي عليه السلام. فماذا تركت لأهلك يا أبو بكر؟ قال أفضل من ذلك يا رسول. قال ماذا تركت؟ قال تركت لهم الله ورسوله. مفيش حاجة في البيت. يعني احنا عايزين نمشي في السبيل وكلمة الله تكون هي العليا، لكن ولنبلونكم بشيء من، يعني مش الخوف كله، برحمة ربنا علينا مش الخوف كله. ده هم مرت عليهم مخاوف قد ايه؟ يعني كانوا بيحفروا الخندق، شدة الظلام وشدة البرد وشدة الجوع وشدة الخوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. تجار أموالهم ايه؟ هتنشوه. والأنفس والثمرات. برضو اللي حوالينا هتلاقي ناس من اللي حوالينا، حبايبنا قرايبنا هيموتوا. والثمرات أهل الزراعة برضو هتنزل. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. يعني جه النقص بسبب الدين فديه رفعة، فديه منا، فده عطاء. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لكن بعد ما نمشي ونصبر، هنصبر على مين بقى؟ يعني النبي صبر على مين عليه الصلاة والسلام؟ يعني بنسبة الدعوة كان صبره في المكة قد ايه؟ من الكفار والمشركين والملحدين. ولما راح المدينة صبروا قد ايه على المنافقين؟ صبروا قد ايه على الاحوال اللي كانت بتطرأ من الصحابة لتربية الامة من بعدهم؟ يعني كم من الصبر وكم من التحمل. يعني مش بكلمة، يعني ما سمعناش بكلمة منهم واحد رجع، لكن واحد قال لواحد كلمة يا ابن السوداء، فقال انك امرؤ فيك جاهلية، فعايز يكفر فعمل ايه؟ فوضع خده على التراب وقال يا اخي طأ بقدمك على خدي. يعني كم عندهم من التواضع، كم عندهم من الصبر من التحمل. يعني سيدنا بلال رضي الله عنه في رمضاء مكة، وبعدين ظهروا عليه رضي الله عنه على الرمال الساخنة وفوق صدره الصخرة العتية، لكن هو يقول أحد أحد، فرد صمد، لا والد ولا ولد، ربي جبيني له قد سجد، أحد أحد رضي الله عنه. يعني كانوا لما تطرأ عليهم الأحوال، يعني سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه طرأت عليه الأحوال وهو في أحد، لكن ما جابش، هو ما رجعش، ولكن كل ما بيتضرب كل ما بإيه بيتقدم. فحتى لو هو الأخ نفسه مش قصده، يعني تأويل فعل المسلم، يعني هو مش قصده ان هو يخطأ، يعني مفروض ان احنا نتحسس الكلام والألفاظ وبالأدب والاحترام وننزل جميع الناس منازلهم
وإن أردت أحقر من شأن أحد فأحقر من شأن مين؟ يعني أرفع جميع الأحباب وأنزل من شأن نفسي. فهو إذا أخطأ أنا أعمل إيه؟ أعفو، أصفح، أغفر، أصل، واصبر صبرا جميلا. يعني بعد الجولة وبعد الزيارة وبعد المشورة وبعد وقت المسجد ايه المطلوب فيا؟ يعني بعد قيامنا بجميع الاعمال وانا مش قادر اصبر، مش قادر اتحمل، التواضع ضعيف، البذل والعطاء ضعيف، الزهد في الدنيا ضعيف، يبقى انا ماشي في اتجاه تاني. يعني مقصود جميع الاعمال ان تأتي فيا صفات اللي كانت موجودة في الصحابة رضي الله عنهم اجمعين، يعني حتى نكون من عباد الرحمن. يعني المقصود من الجهد تربية الصفات، يعني تربية الصفات، وأسهل هذه الصفات وأيسرها الحب في الله، إن احنا نوجد جميع الصفات اللي تجعلنا متحابين متآلفين. لكن واحنا ماشيين بعد الدنيا ما نقصد اجتهدنا صبرنا احتسبنا، الدنيا جت في مطب وراحت ايه؟ زادت. الدنيا بعد ما كانت ناقصه ايه؟ زادت. ايه الموقف هنا؟ يعني بيقول لك نقصان الدنيا واحنا في عمل الدعوه ايسر على نفوسنا من زياده الدنيا واحنا في عمل الدعوه. يعني بعد ما كانت ناقصه هزود بقى، ما هي زادت اهي، طب اوسع البيت شويه واوسع على نفسي شويه واعمل كذا شويه واعمل كذا شويه. لا، دي الزياده اللي جات ما هو امتحان للانسان وهو ماشي في الدعوه، في حاله النقص، في حاله العسر امتحان، وفي حاله اليسر امتحان. يعني كم النفقه في حاله العسر وكم النفقه في حاله اليسر؟ ولا لما زادت الدنيا خلاص ارتاح شويه؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في المدينة لما جاء المهاجرين للمدينة كم النفقة كانت من الدكان، يعني من المقدر اللي موجود في المدينة كم النفقة؟ وكان المسجد موجود لاستقبال الوفود والقبائل اللي كانت بتأتي. كيف وجدتم أصحابي؟ قالوا طيبوا لنا الطعام، يعني من دكانته واخد لإكرام الوفود، ومن دكانته واخد لإكرام البيوت للي خارجين في سبيل الله، ومن دكانته واخد إكرام للراجع من الوافدين للمدينة. كل ده إنفاق بذل وعطاء. فمن أجل ذلك عطاء الداعي في حالة البسط كام؟ يعني اللي جاية دي علشان نفسي ولا اللي جاية دي لكي تكون كلمة الله هي العليا؟ أيها الأحباب الكرام، هذه الأعمال مقبولة عند الله بسبب الإخلاص. نسأل الله يجعلنا من المخلصين. يعني أعمال السر، يعني زي أعمال الخدمة، زي البذل والعطاء في السر، زي قيام الليل في السر، يعني زي الدعاء والبكاء في السر، يعني بيني وبين ربنا. يعني حتى أنا لو في البيت وخدت ركن كده وما فيش حد من عيالي شايفني، ازاي نخبأ العمل حتى عن نفوسنا؟ نخبأه عن نفسي؟ طب ده انا بصلي ونفسي معايا. قال ما نسيبش الفضل لنفسي. يعني فضل قيام الليل ده من مين؟ طب ما ممكن كان سابني وتركني ويقوم ناس تانية غيري، لكن انسب اخبي الموضوع ده من نفسي. يعني نفسي تقول له انت قمت، انت بكيت، انت دعيت، انت ضحيت، بسببك خرجت الجماعات، بسببك كنا 30 جماعه بقينا 50 جماعه، بسببك بسببك بسببك، حتى يظن في نفسه انه رب في هذا العمل. ولكن نقول بفضل الله، من رحمة الله، من عطاء الله، من منة الله. واحد في الهند من المشايخ الكبار، يعني من القدماء، بعد ما بذل وضحى وهو من المركز
هنا من المقيمين، بعد شوية ترك المركز وترك الدعوة واشتغل في السياسة ومات على ذلك. فبيسألوا الشيخ يوسف عليه رحمة الله، قالوا لماذا بعد كل هذه التضحيات؟ قال لعله لم يحمد الله. يعني ايه؟ يعني كله من فضل ربنا، يعني النفس فيها مرض الظهور، عايزين يعني نطهر نفوسنا من هذا المرض، يعني نخبئ الحسنات كما نخبئ السيئات، يعني أعمالنا في الخفاء تكون أكثر من أعمالنا في العلن، يعني نرفع من شأن الأحباب ونقلل من شأن أنفسنا، يعني ما اجعلش لي وزني في هذا العمل، يعني ما كنش لي حيثية ولا مكانة في هذا العمل، يعني هم يرفعوني هذا من أدبهم ومن احترامهم، يا هذا من حسن أخلاقهم. ولكن إن الصحابة كانوا بيقولوا يا رضي الله عنهم أجمعين، يا ليتني كنت تبنا، يعني مع إنه ما كنت أدي عن ربنا، ولكن هو عمال يتنازل يتوضع يتصاغر. فنسأل الله يوفقنا وربنا يجعل لكم مشايخ يتكلموا كلام في صفات الداعي أفضل مني وأفضل مما سمع.